السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل بارد عمل تحديث جديد، ألا هو إن أنت تقدر تقول له اعمل لي صورة، فيبدأ إن هو يكون لك الصورة في قلب الشيت. تمام أهوت، دي التحديث اللي هما بعتوا عليه. تقدر تقول له اعمل لي صورة كذا كذا كذا، زائد إن هو بيدعم العربي دلوقتي، بيدعم بشكل أقوى يعني. طيب خلينا نقول له مثلا إيه، أريد صورة لفيل يلعب كرة ونشوف هيعمل الصورة ولا لأ. انشئ لي هذه الصورة، انشئ لي صورة لفيل يطير في الفضاء. ما تروحش لمحرك البحث يعني. هو بيقول ان هو مش قادر، بس بيجاوب بالعامية قوي. طيب هو ممكن يكون لسه في العربي. طيب خلينا نقول له create an image، نشوف الانجليزي هيسد ولا مش هيسد. ديناصور بيكون هو بقى الصورة اهوت. طيب ممكن تكون متخزنة عنده، فهقول له ايه create، نخليها بالانجليزي بقى create an image of elephant play football. فعمل الصورة فعلا هي بالشكل دوت. اقول له جنريت مور، فيبدا يكون لي صور. الصورة لو دوست عليها هتكبر وتبدا انها تبقى افضل يعني. هو لغاية دلوقتي فكرة ان انت تكون صورة من خلال اللغة العربية لسه، ممكن خلال يوم ولا يومين تكون اشتغلت. تمام هي حلوة الصورة دي بالشكل ده.